تزامنا مع فترة عيد الأضحى المبارك وعودة الحجاج وحركة السفر النشطة خلال فصل الصيف، تسعى وزارة الداخلية إلى تطوير خدماتها لتسهيل إجراءات المسافرين والقادمين إلى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي. نعم، حيث عملت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة على وضع خطة مسبقة لتسهيل حركة المسافرين بكل يسر وانسيابية. سعيا منها للارتقاء بخدماتها وضمان راحة المسافرين، كثفت الإدارة العامة لأمن المنافذ ممثلة في مديرية أمن شرطة مطار البحرين جهودها خاصة في هذه الفترة التي تتزامن مع عيد الأضحى المبارك وفصل الصيف وعودة الحجاج. في ظل عودة رحلات فصل الصيف وتزامنا مع موسم الحج، قامت مديرية شرطة مطار البحرين الدولي بعقد عدة اجتماعات مسبقة مع الجهات المختصة في المطار ولجنة شؤون الحج والعمرة، وذلك من أجل تسهيل حركة عبور المسافرين والحجاج في فصل الصيف وتقديم أفضل الخدمات الأمنية، وذلك من خلال فتح مسارات تفتيش إضافية لتسهيل حركة عبور المسافرين والحجاج والعابرين عبر مطار البحرين الدولي. عملت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة على وضع خطة مسبقة لتقديم أفضل خدمات وبجودة عالية للمواطنين والمقيمين والزوار، وذلك لضمان انسيابية حركة المسافرين أثناء مغادرتهم وعودتهم، حيث تم مضاعفة الجهود خصوصا خلال فترة الصيف والتي تتزامن مع عيد الأضحى المبارك وكذلك عودة الحجاج، بالإضافة إلى جاهزية الكوادر البشرية والإمكانيات التقنية، حيث تم وضع خطط بديلة لحل أي مشاكل تقنية قد تحدث أثناء مغادرة أو عودة المسافرين. وقد تم تجهيز الكوادر البشرية وكل الإمكانيات التقنية لحل أي مشكلة تقنية قد تطرأ من خلال وضع خطط بديلة مسبقة، بالإضافة إلى فتح مسارات تفتيش إضافية وتشكيل فريق من شرطة المجتمع لتوجيه المسافرين وتنظيمهم. إن شاء الله مسافرين على القاهرة، والحمد لله السنة دي الأمور ميسرة وسليمة، والحمد لله الإجراءات يعني الحمد لله ما كانش فيه تأخرنا خالص، يعني في جميع الإجراءات كانت ممتازة. بسم الله الرحمن الرحيم. بحكم سفري أنا دائما عن طريق مطار البحرين وبالأخص في درجة أولى، وبعض الأحيان نسافر عن درجة، فأنا أشوف فرق كبير من حيث الإجراءات والتسهيلات، بداية من الوزن إلى الجوازات إلى الإكسري، كل ما شاء الله بطريقة مرتبة وحديثة. الحقيقة كانت إجراءات المطار جدا سهلة، وأنا الحقيقة أول مرة أنزل في مطار البحرين الجديد بعد أزمة كورونا. الحقيقة تعتبر نقلة نوعية في المطار من ناحية الإجراءات، من ناحية أمور كثيرة الحقيقة، يعني حتى ما شاء الله المطار يعني فعلا صار نقلة نوعية كذا، يعني أول مرة أشوفها كذا الحقيقة. استعدادات تامة وجاهزية مطلقة تبديها الإدارة العامة لأمن المنافذ للتأكيد على حرصها لتوفير بيئة آمنة لجميع المسافرين ومرتادي مطار البحرين الدولي.